السلام الله عليكم احبتي، ورجعنا لكم من جديد. اليوم احنا في مدينه جديده اللي هي مدينه اكادير السياحيه. اليوم جينا نشوفوا اصحاب المقاهي اشنا هو الرد ديالهم على القرار غلق المقاهي خلال شهر رمضان. اذا هذا القرار مازال ما خرج حيز التطبيق، مازال ما ولاش وانما يروج، ولكن تيقول لك الهدوء يسبق العاصفه. يسبق العاصفه لا بالتعليم، احنا مسؤولين. هذا هو الموت المضطري. رغم هذا الفتح اصلا ما كاينش اصلا قرار شيء واقعي. سلام الله عليكم المغاربه سواء داخل المغرب او خارجه. اليوم عندنا موضوع اجتماعي جديد، الا وهو موضوع اجتماعي حول اغلاق بشهر رمضان. الإغلاق بشهر رمضان وخصوصا على أصحاب المقاهي يروج حاليا، وبعد واحد الأخبار اللي هي غلق المقاهي يعني في هذا الشهر المبارك. إذن أجي غادي نشوفوا الرأي أصحاب المقاهي وأربابها أش غادي يقولوا على هذا القرار. لواش غادي تكون قرار مجحف بالنسبة لهم أو لا قرار غادي يجيهم عادي؟ أجوا معنا. مستشار ديال رئيس جمعية ديال أرباب المقاهي اللي غادي ناخذ حتى هو التصريح ديالو. السلام عليكم. بسم الله. شرفنا بالاسم عبد الله. تبارك الله عليك السي عبد الله. كما كتشوف خرج تيروج واحد الخبر حاليا اللي هو غادي يمكن يكون إغلاق للمقاهي خلال شهر رمضان. كيفاش كتشوف هذا الخبر اللي هو كيروج ولكن مازال ما ولاش حيز التطبيق؟ واش غادي نقول لك؟ هي كارثه بالنسبه للاغلاق، كتسمى كارثه لان حنا مازال ملي كونفيرمو لي سباق ديال الشهور مازال ما هزناش راسنا من القضيه ديال الضوء والماء والويفي والخدام. بالنسبه للقضيه ديال غير الثمانيه اللي دايرين معنا راه كارثه حتى هي، لان الناس الاغلبيه ديال هاد الناس هادو اللي كيجيو راه كيسيروا الخدمه ديالهم مع السبعه ديال العشيه. باش يجي عندك السيد مع السبعه راه ما يمكنش، وفي هاد الظروف هادي في الظرفيه هادي الناس راه كتموت بالجوع. عاد غادي يجي عندك اصلا القهوه، انتما كيف كتشوفوا دابا المشهد ديال الوحدة ديال النهار كلو الظهر مازال حنا ما جبنا حتى ترى الفطور ديالنا باش غادي نفطر. فعلا خاوية وري الناس هادي. وحاليا انه حنا هادشي بلا رمضان، يعني خارج شهر رمضان. شنو الرأي ديالك في هاد الغلط اللي غادي يقدر يكون اللي هو مازال ما ولاش حيز التطبيق ولكن يروج حاليا انه القهاوي تقدر يتسدوا خلال هذا الشهر المبارك؟ واش الرأي ديالك في هذا القرار اللي يقدر يكون واش غادي يقول لك اخويا؟ راه الا سدوا راه يتقروا كاملين بلا القول والا طريقه ولا تسدان ولا كتشوف بلايص محلولين وبلايص مشلولين وهاي بلا كيبقى صدر لك بالتمويل انت غادي يخرج منها. هذا هو يدخل القاع من ناحية الكلام، هاي خلص الكلام ولا تخلص مصروف. انا دابا مخدم معاك 3 دراهم، 3 دراهم تا هما كياكلوا معاه. علاش هاد الناس كتخلي تجيب تا هما اصلا ضرب العام دابا ديال القهوة؟ فعلا كتمناهم لهاد الناس هادي شنو رسالتك للمسؤولين؟ شوف الكاميرا رسالتنا حنا المسؤولين يديروا معنا شي حل، واخا يعرفوا يخلوا حتى 11 ولا 10 شي حل زوين بلا ما يتنفسوا. عباد الله على السدان ما خدامش لينا نهائيا، راه يتكرفسوا علينا ويتكرفسوا حالنا ويتكرفسوا على عباد الله. تحياتي لك. شكرا بزاف. الله يحفظك. يعني اش الراي ديالك في هذا القرار اللي كيروج ومازال ما طبقش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عرفتش هو القرار مازال ما كاينش قرار رسمي من جهه الحكوميه. نعم. هذا ما كاينش اننا ناخذ الاحتياطات الاستباقيه. فعلا. حتى اذا كان هذا القرار هذا اللي هو كم حسب الراي الشخصي ديالي كي غادي ندي واحد الاعتقاد اجتماعي. اين هذا الاعتقاد الاجتماعي؟ لان طبقنا تقريبا سنة كاملة على دريتي من هذه السنة الكاملة؟ نورمال، لأن أصلا ملي قطاع المقاهي والخدمات يعني ما يمكنش لينا نتابع
غادي تغلق في رمضان، اذا ونحنا كما كنعرفوا المغاربه تيكونوا صايمين، اذا ما كاينش اللي غادي يجي بنهار. في العشيه اللي غادي يجي غادي يكون سدات، يعني سدات الدنيا ما يمكنش تفتح المقهى. اذا الى خرج هذا القرار ولا بصح، اش الراي ديالك؟ الراي ديالي ان الناس ضروري قبل رمضان وقبل الاغلاق في هذه الحاله ديالنا اللي عاطلين في العشيه، الناس ضروري 100% او اقول لك 1000%. فما بالك ان كان الاغلاق في رمضان؟ فهذا هو الموت البطيء، لا يمكن ان يقبل عاقل او اي احد بهذا القرار. عندما كنسمعوا الترددات الجرائد الالكترونيه ان سيكون الاغلاق في رمضان، هذا مرفوض رفضا باتا. لان الناس من رمضان مره ومره كيترزقوا، الناس عندهم ضرائب، عندهم خدامة، عندهم ضوء، عندهم ما، عندهم عام ديال الإغلاق ديال كورونا، الناس منهارة فعلا من ناحية المادية، فما بالك إن كان هذا الإغلاق فسيكون شيء فعلا. إذا رسالتك للمسؤولين؟ الله يجزيهم بخير، يراعوا، لأن الشارع كثير اللي هي زي المقاعد، عندهم الرز، الكميات ديال البشر، كتشتغل في المقاعد، هذه الناس ولكن في الشارع. لان حنا كنخدموا في السنار الثاني، السنار الاولى ما كنخدموش، والقضيه ديال التمنيه اللي دايرين معنا راه باقيه كاينه الشمس، وكنطلبوا من الحكومه الله يجازيهم بخير. يعني رسالتك يلاه بغيت نقول رسالتك للحكومه يديروا لنا شي حل. هي الرساله قولها للكاميرا، الرساله ديالك. الطبقه هذه اللي هي من السباي بارمان، الناس اللي بلونجور، الناس راه الطبقه العشا راه واكله العصا، راه الناس كيتقاتلوا على القوت اليومي ديالهم. راه القوت اليوم 50 درهم 70 درهم، كاين اللي عنده عائله، كاين اللي كاري، كيفاش غادي يخلص؟ باقي عنده ازمه من 3 شهور اللي سبقت، وحنا غاديين في الازمه. راه هذا الشيء قاصح شي شويه، يديروا معنا شي حل، واخا بعدا يقرب 12 ديال الليل ولا 11، في هذا الوقت دابا قبل ما يوصل رمضان، لان القضيه ديال الاغلاق راه هي غتكون كارثه. جميع هذه الفئه اللي هي عاشه بزاف، لا ضمان اجتماعي، لا تغطيه صحيه، الناس كاينين في الربعينات ما عندهمش كاريين، عندهم عائلات، عندهم ولادهم، باش غادي يجي عندك القهوه؟ راه اصلا القهوه راه ما بقاش كيجيو الناس كاع اصلا، لان الناس زوزوا وحلين مع المعيشه ديالهم القوت اليوم ديالهم وما لقاوش. من جميع الناس، جميع من السياحه، من الطبقه الغير معيكه، الفراشه، الناس ديال البازار، جميع الحلاقه، النوادي ديال الرياضه، لي زوتيل، لي ريستورون، المطاعم، ماشي غادي نهضروا غير على المقاهي وحده، كلشي هاد الناس راه واقفين. المشكل في كاين، المشكل هو راه ما كاين اللي كيتكلم، ما كاين اللي كيهضر، الناس كتكلم في صمت، وما كاين اللي يدير اللي يتافر، وما كاين اللي كيتكلم، ما كاين اللي كيهضر. وغادي نتمناو من عند الله يخليكم في رمضان بعدا غير 12 ديال الليل بعدا ولا 11، غير القضيه ديال الاغلاق راه غادي تولي كارثه. علاش زدنا داك الشيء الاول على هذا الشيء الثاني؟ راه غادي ماشي غير الاغلاق اللي غادي يكون، ولا لا حنا غادي نغلقوا، حنا اصلا راه سادين، راه ما حلش، حنا دابا راه بحال مخيمين الصراحه، تقال حنا غير كمخيمين هنا. يا
يلا كنتقاتلوا داكشي اللي كنصوروا كناكلوا في كلشنا عاد الماء والضو كيف قلت لكم الوفود الضرائب والضريبه على المشروبات واللاتي راسو كذا وكذا انت ملي كتجيب تكتب كتحط خصك تخلص ضروري عليك تخلص هادشي هو اللي تحية لك سيدي عبد الله وشكرا بزاف على الرأي ديالك اللي هو كنصلي عليه جدا ومؤثر تحياتي ليك ونتمناو من المسؤولين انه ياخذوا بعين الاعتبار ويكون شي رد اللي يرضي الجميع. كانت هذه هي الاراء ديال اصحاب المقاهي وهذا هو الرأي ديالهم. فعلا كانت اراء مختلفة واراء اللي هي تتأثر في النفس. تحياتي لكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا من مدينة اكادير مع ارباب المقاهي. نتلاقاو فيديو جديد مع مواضيع اجتماعية دائما مع قناة ياسين تيفي.